احلى حاجه واجمل حاجه هي رؤيه الله. الكتاب المقدس من اوله لاخره بيحكي قصه الله بيحب ان هو يوري نفسه لاولاده. رؤيه الله هي عطيه مخصصه لاولاده. اهلا وسهلا اخواتنا الاحباء في كل مكان. حلقه جديده من دقائق في برنامج رؤيه الله. النهارده هيكون كلامنا جاي من الايتين اللي موجودين في لوقا 17 ايه 20-21. بتقول سالوه الفريسيين، الايه بتقول سالوه الفريسيين وقالوا له امتى يجي ملكوت الله، امتى هيجي؟ قال لهم ما بيجيش بمراقبه، وقال لهم ولا يقولون هو ذا هنا او هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. الناس مستنية ملكوت في يوم من الأيام. الناس غرقانة في العالم وغرقانة في الظروف، والناس بتتمنى في يوم من الأيام إمتى بس نخلص من دوت، وبتظن إن الراحة والفرح لما نسيب الدنيا وبقى نطلع فوق في السماء. ده بالنسبة للي المسيح حياته، وأنا بتمنى إن كل واحد بيسمعنا يقول لي يسوع أنت حياتي ويديله قلبه وحياته. لا، ده من دلوقتي بيقول ملكوت الله ما يجيش بنتراقبوه ولا هيجي بعدين، لكن ده ملكوت الله موجود دلوقتي جواكم. لو ملكوت الله جوايا يعني معناها مش حاجة مش فعالة، مش معناها انها حاجة موجودة ملهاش تأثير، حاجة مركونة. الله بيحط ملكوته عشان خاطر نغرق في ملكوته. ملكوت الله داخلكم. يعني ايه ملكوت الله داخلكم؟ يعني معناها الملك موجود، ويعني معناها السلطان بتاعه والمجد بتاعه موجود. ده أكتر من كده كمان، ملكوت الله بيشمل الملائكة وبيشمل سماويين وقديسين موجودين فوق، غير اللي كمان اللي موجودين تحت. علشان كده برضك النهاردة عايز أكلمكم على هذا الرجل البسيط اللي عاش هذا الملكوت. الرجل دوت اللي هو أبولو، أو القديس أبولو، اللي كان موجود في القرن الرابع، وكان صديق كان هو من أسيوط، وكان صديق للقديس العظيم المشهور قديس باخوميوس أب الشركة اللي كان في إسنا، وكان ليه أديرة كثيرة ورجل عظيم. إيه الحاجات اللطيفة اللي رابطها أنا مع الآيات دي بالقديس أبولو؟ القديس أبولو كان راجل يعشق إن هو يقعد في حضرة الله، يعشق إنه يقضي الصلاة، يصلي 100 صلاة في اليوم مثلا طول ما هو موجود بيصلي. يعني إيه بيصلي؟ يعني إيه بيصلي؟ بيصلي يعني معناها في حضرة الله. بيصلي يعني معناها ايه؟ معناها مستمتع بشركة إلهه. المسيحية زي ما قلنا في برنامجنا بتاع رؤية الله هي نشاط الله، نشاط المسيح، نشاط الروح القدس. احنا متاخدين وراه في الطيار، احنا مش بنزق عشان خاطر ربنا يحاول يساعدنا ولا يجيبنا، ده هو شايلنا على ايه؟ على زراعيه، على الأزرع الأبدية بيرفعنا من مجد المجد. طوباك يا شعب الرب، منصور بإلهك. فالرجل ده كان بيعمل، يقول عنه الكتاب ايه؟ يقول لك كان هو بيصلي وبيعبد الله، كان الملائكة كتير كانت تجي له وتجيب له اكل. خدوا بالكم من النقطة العجيبة دي، الملائكة كانت تجي له وتجيب له الاكل. تقول طب ده ازاي يعني؟ اقول لك خد بالك، الكتاب بيؤكد ان كل واحد من اولاد الله ملائكة حواليه، ملائكة الرب حل خائفيه، وحتى الاطفال يقول ملائكتهم امام عرش ابيهم. لنا كل مؤمن ليه ملائكه، والملائكه مش عشان لما نطلع فوق يبقوا الملائكه بتوعنا. الملائكه بتوعنا دلوقتي عشان خاطر يكونوا حضورهم على فكره معاه بتيجي، بيبقى هم كان حضور يسوع ملاصق ليهم، بيفيد بمعجزات، بيفيد ببركات، بيفيد بعجائب، بيفيد بحمايه. عشان كده يقول ايه؟ ملاك الرب او ملائكة الرب حول خائفيه وبتنجيهم. فالرجل ده كان بيجي له الاكل وهو ايه؟ وهو من الله. تقولي طيب بس احنا عايشين في الارض مفروض نعتمد على قوانين البشريه. مؤكد القوانين الطبيعيه ربنا عايزها، بس احنا اعتقدنا ان احنا محكومين بالقوانين الطبيعيه، لكن القوانين السماويه دي بعدين لما نطلع السماء، لكن دلوقتي الارض. لا يا حبيبي، احنا ارواح بالدرجه الاولى، والملكوت الله والقانون الروحي هو نمرة واحد، هو اللي بيتحكم في حياتنا. مبارك اسم إلهنا.
والحياه اللي بنعيشها النهارده احنا بنعيش بقوانين الارضيه، لكن في قصورها وفي احتياجاتنا اللي مش قادرين نحققها بالحاجات الارضيه تتحقق بالسماويه، زائد ان بالملكوت الالهي وبالقوانين الالهيه، خاصه ان القوانين الالهيه فيها اجزاء لا توجد في القوانين الارضيه. الفرح الالهي، فرح الله، سلام الله، ملكوت الله. ملكوت الله ده مجد، ملكوت الله ده قوة، ملكوت الله ده سلطان. الكتاب بيقول كده هوت في متى 12، يقول إيه؟ بيقول إن كنت أنا، يسوع بيقول كده، إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. علشان كده الراجل ده هوت كان من الناس اللي كانوا بيعيشوا الملكوت، وهحكي لكم بعد شوية في حلقات أخرى برضك عنه بعض أشياء بتبين قد إيه مجد ملكوت الله اللي هو في داخلنا. أبويا السماوي، إدي شعب بدأ يكتشف إن إحنا دلوقتي موجودين في القوانين السماوية، وإن دلوقتي إحنا موجودين في مجدك وفي معجزاتك وفي حضورك اللي يعوض كل النقص اللي موجود في القوانين الأرضية والإمكانيات الأرضية وإمكانيات العيلة وإمكانيات بلدنا. في اسمك الغالي بطلب فيضان من ملكوتك على البلاد العربية كلها، وبالأخص اللي بتعاني في هذه الأيام زي العراق وسوريا ومصر. لكل المجد إلى الأبد، أمين. نشوفكم في حلقة تانية من رؤية الله. ربنا معكم، سلام. أحلى حاجة وأجمل حاجة هي رؤية الله. الكتاب المقدس من أوله لآخره بيحكي قصة الله بيحب إن هو يوري نفسه لأولاده. رؤية الله هي عطية مخصصة لأولاده.